بقدره دائما لما اعمل انا اللكتشر. معلش انا لان بكون عندي محاضرات ورا بعض، فبعد ما اخلص من اللكتشر اللي قبل وادخل لللكتشر اللي جديد هيك. recording has started. لا ما تسجلوا انت، انا اللي بسجل، ما حدا يسجل، ما حدا يسجل جماعة، انا اللي بسجل بس عشان ما يصير خلل. سجلوا انا اسجل ما بزبط، انا بسجل بتكون موجودة. طيب في ناس في لكتشر 10 يعني هلا في ناس موجودين. دكتور بكون معلق من امبارح هذا. لا لا مش معلق، انا شايفه قبل المحاضره، انا مش شايفه. هو دكتور من امبارح بيدخلوا وبيعملوا ميتنج، ما تعمل من امبارح كان موجود واعمل جوينت بس. طيب في حدا عنده اي سؤال او استفسار بخصوص المحاضره السابقه؟ في حدا عنده اي تساؤل او استفسار؟ هيك هو يدرس لي شغله مش فاهمها صعبه. طيب خلينا نحكي نبلش. بسم الله. اخر شيء وصلنا له احنا كنا نحكي عن ديستريبيوشن، وحكينا تعريف ديستريبيوشن هو توزيع الدم، المسؤول عن الدم بيوزع الدواء من البلد للانسجه. وحكينا هاي العمليه بتكون باسيف، يعني ما بتحتاج انرجي ولا بتحتاج كاريرز. وحكينا انه عمليه التوزيع برضه بيساعد فيها البروتينز. وحكينا في عندنا حيث التوزيع بنقسم الدرج الى ثلاث اقسام، اما يكون ايونايزد سالب، وبالتالي راح يربط اللي هم اسيدك دراجز بالالبومين لانه بيكونوا بوزيتيفلي تشارج، او النيوترال بربط بالالبومين وبربط بالتيشوز، او بيسك بربط بالتيشوز لانها بتكون سالبه الشحنه. وشفنا انه حتى نحسب قيمه الفوليوم اوف ديستريبيوشن طلعنا فاليو او كونستانت او مش كونستانت، اللي هو عباره عن نيوميريكال رقم، اللي هو عباره عن ابيرنت في دي، وهو يعبر عن المدى التوزيع. الابيرنت في دي حسابه انه بنقسم الدوز على الكونسنتريشن، وهذا الكونسنتريشن بيكون السي ماكس بيحسبوه باي كالكوليشنز، وبيقسموا الاماونت على الكونسنتريشن فبيطلع هذا الفوليوم. فهو قيمه غير حقيقيه، قيمه غير حقيقيه لا تعبر عن نسيج معين. فممكن بعض الادويه توصل فيها 50,000 وممكن ادويه توصل 3. متى التوزيع ايش بيعتمد؟ بيعتمد على مجموعه من العوامل. العوامل تنقسم الى قسمين اساسيات، عوامل تعتمد على الدواء وعوامل تعتمد على الجسم. هلا العوامل اللي تعتمد على الجسم انا ما في اغيرها، يعني مش ممكن انا اغير حجم القلب ولا حجم الدم، ما هذا مش بايدي يعني. لكن الشيء اللي بايدي اني اغيره هو خصائص الدواء. عشان هيك احنا بنحكي الديستريبيوشن بيعتمد على الممبرينز، بيعتمد على التيشو، بيعتمد على البلاد كومبوننت، بيعتمد على الفسيولوجيك فوليومز، بمعنى انه هذا بما يتعلق بدواء واحد. الاكستنت اوف ديستريبيوشن لدواء واحد بيعتمد على مجموعه العوامل الفسيولوجيه الطبيعيه الموجوده. شفنا هاي الصورة وكيف انه المقصود بالديستريبيوشن مش لفة الدواء مع الدم، ما مش هذا الديستريبيوشن. البعض يعتقد انه لفة السيركوليشن الدواء مع الدم هي الديستريبيوشن. لا، ديستريبيوشن نقصد فيه التوزيع من البلازما لا الاكسترا فاسكولار فلويد لا الانترا سيلولار فلويد. طب كيف قاسوا؟ يعني ممكن واحد يحكي طب كيف عرفوا انه 3 لتر 9 لتر 28؟ يعني هاي القيم تقريبية وليست حقيقية. هي عن طريق استخدام دايز صبغيات، بيعطوا صبغة معينة وبقيسوا تركيزها شدة اللون، وبيقسموا الكمية على شدة اللون على التركيز، فبيطلع الفوليوم. وبتكون هاي الصبغة مثلا بتذوب فقط في البلد فيزل، ما بتطلع برا البلد فيزل، أو بتذوب بس بالإنتراسيلولار أو الإكستراسيلولار. وهلا راح نشوف أمثلة عليهم. الـ VD حكينا هو بيعبر عن توزيع الدواء بين البلازما وبقية الجسم حتى يوصل لمرحلة الإكوليبريا. إكوليبريا يعني إنه الجسم خلاص صار في عنا حالة توازن بين الدواء وبين البلازما وبين البادي. شفنا في هذا المثال هي المعادلة الأماونت على الكونسنتريشنز، وشفنا إنه الفوليوم ديستريبيوشن يتفاوت من دواء لآخر، وإنه عنا يعني أرقام متفاوتة. وحكينا إنه الفي دي بتأثر على التي هاف، يعني كل ما كان عندنا في دي عالي كل ما كانت التي هاف اطول، لانه راح يكون زي مخزن جوا الجسم
لفترات أطول، وبالتالي إنه الجسم بتخلص منه بطريقة أبطأ، لأنه بيظل يعطينا زي السبلاي للدواء في الدم. الأسيدز بتكون تربط بالألبومين، فإلها هاي أفينيتي للبلازما ألبومين ولو أفينيتي تو ذا تيشوز. ليه بيكون أفينيتي عالي للبلازما؟ لأنها نيجاتيفلي تشارج الأسيدز والبلازما بوزيتيفلي تشارج. لو أفينيتي تو ذا تيشوز لأنه نيجاتيف نيجاتيف. الأسيدز عشان هيك بيكون لها لو في اس اس، بما أنها ما بتروح للأنسجة فراح يكون لها لو فولي أوف ديستريبيوشن أت ستيدي ستيت، لو نص لتر بر كيلوغرام لو واحد وزنه 70 كيلو، يعني نحكي عن حدود 35 لتر. بعد هيك في عنا النيوترال دراجز اللي هم لهم equal affinity for both البلازما بروتينز والتيشز، لأنهم ما بيكونوا مشحونين وبيعتمدوا بشكل أساسي بالارتباط على الليبوفيليسيتي اللوكبين. هدول بيرتبطوا بالVSS الفوليوم at speedy state، يعني اختصار لSpeedy state، يعني لما يوصل لمرحلة التوازن من نص، يعني من 35 لتر ل 75 ل 350 لتر، يعني معنى من 35 لتر ل 350 لتر اللي هم نيوترال دروجز. البيسك اللي لهم هاي افينيتي تو ذا تيشوز بيكون البي اس اس لهم عالي، يعني في عندنا منخفض وسط عالي، البي اس اس اعلى من 3 كيلو لتر بر كيلو، يعني واحد وزنه 70 يعني اكثر من 210، اكثر من 210 يعني ممكن يوصل ل 500 1000 2000 50000 في ادي توصل ل 50. Redistribution إعادة التوزيع أتوقع حكيت عنه في المرة الماضية. شو يعني إعادة التوزيع؟ لما نيجي نرسم الشارت هذا، أنا فكرته كأني نرسم من أول جديد، اللي هو التمثيل الجسم as compartment central، وهاي في عنا السهم اللي هو رايح من هون اللي عامل إحنا oral dose مثلا، وفي عنا لتحت دائما elimination نعملهم سهم واحد مش رايح راجع. هلا الـ other compartments اللي هم في الجسم زي هذا مثلا وعندنا هاي، راح نلاحظ انه الاسهم بتكون رايحة راجعة، هذا سهم رايح وبالمقابل في عندنا سهم راجع، وفي عندنا نفس الاشي هون سهم رايح وفي عندنا بالمقابل سهم راجع. هون لازم نوصل لمرحلة إكويليبريا، يعني احنا هون فعليا الدواء يتم امتصاصه من الجي اي، لكن بعد ما يتم امتصاصه بالجي اي بيتراكم الدواء بالسنترال كومبارتمنت وبعدين الجسم ببلش يخلص منه. هلا بنلاحظ انه لما يجي بالدم بصير توزيع، اذا توزع بالانسجه وراح الجسم بصير لما يتخلص من الدواء يصير صفر، بصير الجسم يعطيه باك. يعني تخيل انت معي ما حكينا المره الماضيه 100 ملي جرام، راح منهم مثلا 60 70 ملي جرام على الانسجه، ال 30 هذول اللي ضايلين صار لهم اليمينيشن، بصير الجسم يعوض، وهاي اللي بنسميها احنا الريديستريبيوشن، هي تصير مع الهايلي ليبيد سوليبل دراج لما نعطيها بالاي بي او بالانهيليشن بتروح للهايلي بيرفيوز اورجان زي البرين زي الهارت زي الكدني، وبعد ما يلف الدواء بالجسم بصير ياخذ من هاي الاورجانز يوديها لللو او الليس فاسكولار بلكي تيشوز زي الماسل زي الاديبوز تيشوز، فبصير إعادة توزيع. هلأ هاي إعادة التوزيع هي المسؤولة عن انتهاء تأثير بعض أدوية CNS، يعني أدوية مخدرة زي فيبنتال تأثيرها بيستمر 10 دقائق فقط، مش لأنه الجسم تخلص أو طردها برا الجسم، لا، لأنها ببساطة هايلي ليبيد سوليبل. نيجي لوزن البرين كيلو ونص تقريبا، وزن الأديبوز تيشو تقريبا 25 كيلو، فبيجي طبعا الدم بيوصل أول إشي للبرين، بعد هيك بصير يوصل للأديبوز تيشو، فبصير ياخده من البرين للدواء ويوديه على الأدوية، فبصير عندنا termination للإفكت بسبب redistribution. الفوليوم أحجام هاي الأورجانز، يعني منلاحظ عندنا الفوليوم أو أحجام هاي السوائل الموجودة في الجسم. شفنا قبل شوي كانت الأحجام شوي تختلف، يعني قريبا هاي الأرقام 3 هون 4 هناك، كان حاطط مش عارف كان رقم 14 أو قريب من 14-18 وهون 42 توتال. هلا كيف استطاعوا تحديد الفوليوم؟ فعليا لو بدنا نيجي نحددهم بالضبط فيزيائيا بدنا نفصلهم، يعني نيجي للبلازما ونسحبها كلها ونقيسها، نيجي للاكسترا فاسكو سيلولار فلويد نسحبها ونقيسها، والتوتال بادي ناخذ هذا الانيمال نبخره نكثف ونجمع، يعني شغل
مستحيل. فكيف بيحددوا الأحجام هاي؟ عن طريق بيوماركرز أو ماركرز، يعني نعطي صبغة داي بالذوب بس بالبلازما زي الإيفانز بلو أو الإندوسيانين جرين، فأعطتنا الحجم 4. إحنا بنعرفه أنه البلازما حجمها 5 لتر. الإكسترا سيلولار فلويد زي الإينولين والراكينوز والمانيتولز 14 لتر. التوتال بادي الأنتيبايرين والدي تو أو اللي هي مادة مشعة الماء الثقيل دي تو أو 42 لتر. يعني المعروف أنه 42 لتر هاي حجم لواحد وزنه 70 كيلو، نحكي عن 42 لتر منه مي، إذا يعني 42 كيلو لو تيجي قيسها يعني تلاقي أنه ثلثين جسم الإنسان ماء، ثلثين ماء، والثلث الباقي عبارة عن سوليد ماتيريال. لا نسلق احنا هون. الأدوية اللي بتربط selectively to plasma proteins اللي هم زي الألبومين، وحكينا هدول بيكون ان هم مشحونين شحن سالب الفرب، بربطوا بالألبومين لأنه شحن موجب زي الورفرين مثلا أو neutral drugs تربط بالألبومين. الورفرين راح يكون له الابيرنت في دي اقل من الريل فوليوم اوف ديستريبيوشن رول التوتال، التوتال في دي المتوقع 42. يعني عندنا 42 لتر، اذا ماده توزيعها 42 لتر نحكي والله هاي لو اجت ماده ذابت بالماء الموجود في الجسم ذوبان كامل، فهون راح يكون حجم التوزيع لها 42 لتر. هلا اقل من 42 لتر بدل انها ربطت بالبلازما بروتينز الالبومين، إذا أكثر من 42 لتر بتدل إنها ربطت بالتيشو بروتينز. فعنا هون البي دي لهاي الدرجز بتكون بين 6 وبين 42 لتر. الدرجز اللي إلها بايند سيلكتيفلي للإكسترا فاسكولار تيشوز زي مثلا الكلوروكوين، هيدروكسي كلوروكوين بوصل تقريبا 5000 كلوروكوين، هيدروكسي كلوروكوين بوصل 50000 لتر، فإنها البي دي أعلى من 42 لتر، وهذا بدل إنها طلعت برا البلازما وراحت للأنسجة. فلما تيجي تقسم الإكس نود على السي نود راح يعطينا اللي هو القيمة عادية. الاختلاف بين الأنسجة وإيش هي العوامل اللي بتحدد اختلاف التوزيع؟ في عنا أول شيء مش كل الأنسجة لها نفس النفاذية تيشو بيرميابيليتي للدروكس. في عنا الخصائص الفيزيائية والكيميائية للأدوية تتحكم البي كي اي للدواء، اللوج بي للدواء، وجود عوامل فسيولوجية زي البرين بلاد برين بارير، وجود الفسيولوجيك باريرز اللي هي بتعيق مرور الدواء. في عنا برضو البلاد بيرفيوجن تدفق الدموي للعضو أورجان تيشو سايز، وبرضو حجم هذا العضو، في عنا حجم العضو والبلاد بيرفيوجن لهذا العضو. في عنا البايندينج اوف دراجز تو ذا تيشو كومبوننت، الأفينيتي لهاي الأنسجة، يعني راح تلاحظ بعض الأدوية لها أفينيتي أعلى زي بعض مثلا blood component extra vascular tissue proteins انه ممكن يربط بشيء معين، يذوب مثلا يربط مع بروتين معين او يذوب بالسوائل اللي داخل الخلايا بشكل اكبر. miscellaneous factors عوامل اخرى زي العمر، البريجننسي، الاوبيزيتي، الدايت، الديزيز، drug drug interactions. وهذه يعني من اللي بدي الخصه هذا السلايد لانه في a lot of information موجوده امامي، بحب هيك دائما ارتبها. اذا انا بدي اشوف ايش هي العوامل اللي بتتعلق بارتباط الدواء مع الجسم راح احكي عوامل انا بتحكم فيها وعوامل ما لها علاقه فيها، عوامل تعتمد على الشخص. العوامل اللي انا بتحكم فيها لوج بي للدواء، موليكولار ويت للدواء، لايبوفيليسيتي للدواء، ووتر سولوبيليتي للدواء، كل شيء بيتعلق بالدواء انا مسؤول عنه. فورمولا ممكن اعملها انا للدواء ممكن تتاثر بموضوع الابزوربشن بالتالي الديستريبيوشن. راح نشوف هلا كيف الابزوربشن مربوط مع الديستريبيوشن له علاقه. هلا الاذر فاكتورز اللي انا مائل فيها اللي هي معظم اللي انتم شايفينه اذر فاكتورز، شكل النسيج، نوع النسيج، حجم النسيج، تدفق الدموي للنسيج، كل هاي عوامل انا مائل علاقه فيها. يعني ما راح اقدر انا اتحكم بحجم الكبد، ما راح اقدر اتحكم بالتدفق الدموي للقلب، هاي عوامل خلقه موجوده لكنها بتلعب دور بالتوزيع. نعم، يعني اذا اجيت انا اقارن توزيع دواء معين زي الباراسيتامول
توزيعه بالقلب، توزيعه بالرئتين، توزيعه بالأديبوز تيشو، توزيعه بالبرين، راح ألاقي أنه بيتفاوت. وهون التفاوت بيرجع للعوامل هاي، وجود مثلاً فسيولوجيك باريرز، وجود الأورجان تيشو سايز، وجود بلاد بيرفيوجن مختلف، وجود كومبوننت معينة في هاي الأنسجة. مثلاً أنا كشخص لما أكون عمري سنة مش زي لما أكون عمري 20، مش زي لما أكون عمري 70، راح يختلف عندي مكونات الجسم. الفيميلز لما تكون بريجننت أو ما تكون بريجننت، الأوبيز، أنت كشخص وزنك 50 كيلو بعدين صار وزنك 100 كيلو، ال 50 كيلو هذول الزيادة ما راح يأثروا على الديستريبيوشن، راح يأثروا طبيعة الطعام اللي أنت تأكله، لأنه راح يصير في عنا فاتي فود، والفاتي فود إذا بتأكل وجبة دسمة راح تعمل بروتين بايندينج مع الألبومين، بالتالي تعمل إزاحة للدواء اللي رابط بالألبومين. وجود أمراض معينة زي أمراض القلب، أمراض الكلى، كل هاي عنا بتأثر على الفسيولوجيك باراميترز الموجودة بالجسم، بتقلل أو بتزيد نسبة معينة. يعني مثلا أمراض القلب بتزيد السوائل بالجسم، أمراض الاستسقاء، أمراض الكلى بتعمل ووتر ريتينشن أو بتقلل البروتينز. هلا بصير في عنا دراج دراج انتر اكشنز، دراج دراج انتر اكشنز، وهذا مهم. انه انا ممكن حاله مرضيه معينه الدواء هذا بينفع لها، لكن اذا اعطيت هذا الدواء في الحاله المرضيه هاي نتيجه اختلالات معينه بالديستريبيوشنز ممكن اصير اما توكسيك او يكون عندي نوت افكتيف. عشان افسر اللي بحكي، عندي هذا الكير، عندي بالوضع الطبيعي هذا الدواء هيك عام، وعندي انا الليفل اوف توكسيسيتي زي هلا. اذا رحت انت اخذت مثلا هذا عامل 50% رابط بالالبومين و 50% حر فري، هلا الكيرف اللي انتم شايفينه هذا للفري، هذا للفري دراج، ما بنعمل احنا كيرف للبوندد، للبوندد يعني كانه مش موجود. لكن فجأة أنا أخذ دواء تاني، عندي هاي الألبومين زي هيك، هاي ألبومين وعليها حبات الدواء زي هيك، لو أنا بلون تاني هذا الدواء تاعي رابط زي هيك. لما أخذ أنا another drug، نفترض أخذت أنا another drug، هذا another drug عامل زي هيك، بدي يعمل displacement، إزاحة لمين؟ لا الدواء تاعي. وهذا راح يؤدي انه شو يصير، انه هذا الدرج يطلع برا اوت. ايش اللي راح يصير بالكيرف؟ اللي راح يصير بالكيرف هذا التالي، بدل ما كان زي هيك راح يعمل هيك، وبالتالي زاد عندي الفري. هذا ممكن يدخلني لمنطقه السميه توكسيك، دخلني في مرحلة السمية توكسيسيتي، دخلني في مرحلة توكسيسيتي، لأنه أنا في هاي الحالة لما أعطيت أنا الدرج عمل حاجة بسميها drug interactions. لما عمل drug interaction عمل عملية displacement لهذا الدواء، لما عمل عملية displacement لهذا الدواء زاد عندي الفري، لما زاد عندي الفري زاد عندي الإفكت، واحيانا بيزيد عندي البويزنج الافكت. يعني هذه بجوز اهم عباره بالسلايد كامل. نيجي لهم بالتفصيل، شو يعني تيشو بيرميابيليتي؟ يعني هذا النسيج بمرر ولا ما بمرر هذا الدواء؟ لما يجي على الهارت، لما يجي على الليفر، لما يجي على البرين، يعني لا ننسى انه البرين فيه بلاد برين بارير. بيعتمد على كلاهما، خصائص فسيولوجية للنسيج وخصائص فسيولوجية للدواء. طبعاً الخصائص الفسيولوجية للنسيج ما بقدر أتحكم أنا فيها، البرين دهني، فأنا بقدر أتحكم بخصائص الفيزيائية والكيميائية عندي للدواء، زي مثلاً أتحكم بالموليكولار سايز، أتحكم بالموليكولار ويت، وفي علاقة بين السايز والويت، في اختلاف بينهم، السايز مش الويت. يعني خلينا نشوف، خلينا نفهمكم إيش الفرق بين السايز والويت.
size والweight إيش الفرق بيناتهم. إن شاء الله يا رب ما يكونش حدا لسه تايه بلكشر 10. كم عدد الموجودين هون؟ 58. علم الله في 6 تايهين. طيب نكتب لهم محاضرة 11. لأنه مبين عندي في 4 أو معلق من امبارح لأنه 20 ساعة مستحيل. هذا دكتور بيعلق كل يوم. معلق صح؟ لأنه معطيني 21 ساعة impossible. 21 دقيقة دكتور مش ساعة. دقيقة ولا ساعة؟ آه هذا ميتنج ناو. أنا فاتح وين؟ أنا هنا هون. هاي محاضرتنا. لا إذا هذا بدل لا في ناس تايهين. في ناس تايهين هايهم. لأنه هايهم. تايهين داخلين في حدا مين هاي اللي هون؟ ربا. خلينا نديها لربا. ربا أنت معانا؟ نعم. نعم دكتور. إيه الستاتيك يا عاملي جوين للكتشر 10؟ 10 هسه بشوف بس أنا معكم على المحاضرة. معنا مش مشكلة. طيب نشوف الفرق بين السايز والويت. هلا ممكن يكون لهم نفس الويت ويكون لهم سايز مختلف؟ نعم بيعتمد على الروتب البوند. روتب البوند عشان هيك لما اجينا للبنسكي لبنسكي حكى لنا لازم يكون موليكولر ويت 500 وروتب البوند 10 وهيدروجين بوند اكسبتر 10 والدونر 10 5 واللوكبي 5. هلا لاحظ معي الوزن الجزيئي لهذا المركب هاي تول elemental analysis. اوكي وزنه 253 وزنه 253 الاتوم 30 اتوم. لاحظ لو اجيت انا لنفس هذا الاستراكشر وعملت هيك ليه مش معطيني اني اغير؟ هذا مش السكتش اعطاني. في له هذا سكتش وفيو هاي السكتش. طلع معي شو حعمل وعشان تميز بيناتهم. لو جيت لهذا هاي الرابطة زي هاي 31 كربون. لاحظ معي هاد كم الموليكولر ويت 436. طب هاد نفسه راح اعمل انا حجم وزيد عليه كمان هاي لا هاي زيد اتم هاي كبر وزن. طيب هاي كم وزنها؟ هاي 46. هاي كم وزنها؟ 697. لما نيجي نتطلع كسايز، أنا بحكي كسايز كموليكولر ويت، هاي تقريبا يعني قربت تصير مرتين بالوزن أكبر من هاي. لكن بالسايز لاحظ حجمها هاي كيف، السايز هاي أكبر من هاي. السايز هذا المركب أكبر من هذا. اللي نقصده بالسايز اللي هو التوبولوجي، لما يجي ياخذ السيرفس اريا. ليه السايز لهذا اكبر من هذا؟ لانه عدد الرتب البوند، الرتب البوند اللي هم اس بي 3 اللي هم بتذكرين هو اورجانيك 1 سنجل بوند اللي هم بيكونوا فريلي روتابل. لاحظوا انا مش حاطط سنجل بوند، فانا فعليا هون عندي صح عشان هيك لما اجى ليبنسكي حدد حاجتين موليكولر ويت وحدد روتابل بوند عشان يضل متحكم بموضوع السايز. فهون في عنا الفاكتور اللي بيلعب دور برضو الموليكولر ويت والموليكولر سايز بيلعب دور. الموليكولر سايز له علاقة بالموليكولر ويت لكنه ممكن يكون أشمل، لأنه هون راح يقصد الموليكولر سايز راح يتحكم في الموليكولر ويت ويتحكم في الروتابل بوند مع بعض. هلا البي كي اي بتحكم فيها الايونيزيشن، وجود بولارايز جروب هي اللي بتتحكم في اللي هو الايونيزيشنز البي اتش. وفي عنا اللوج بي
اللي هو بيتحكم بالبارتيشن كوفيشنت ما بين الووتر والاويل. لاحظ معي بيحكي لك اجمالا اذا كان الوزن الجزيئي اقل من 400 هدول ما بالعاده ما بنواجه فيهم مشاكل من حيث الديفيوجن الانتقال من البلد للاكسترا فاسكولار فلويدز للانترا سيلولار فلويدز. البنتريشن اوف دراج من الاكسترا سيلولار فلويد هو عباره عن وظيفه ايش؟ مولكيولار سايز وايونايزيشن. المولكيولار سايز الايونز اللي بتكون حجمها صغير زي كلورايد بوتاسيوم صوديوم اقل من 50 هاي بتدخل بالخليه ما في مشكله من خلال بورز او ايون شانلز اكويس شانلز. اما اللي بتكون كبيره بالحجم ايونات كبيرة بالحجم دواء معين زي أسبرين ساليسيليت عملته أنا بدل ما هو يكون أسبرين عملته على شكل ساليسيليت أيونايزد فهون بيصير في عنا ريستريكشن في عملية البنتريشن لأنه في هاي الحالة ما بيستطيع يمر من خلال اللي هو ترانسفيوجن أو السيمبل ديفيوجن. والأيون بورز اللي هي خاصة بالسمول سايزز اللي هي الووتر اليوريا ما بتستطيع تمرر هاي اللارج ايونايزد كومباوندز. طب كيف بصير انتقالهم؟ اما عن طريق ايون كاريرز او باستخدام الايون بير انهم يعملوا ايون بير ونيوترلايز مؤقت وبعدين يتم عمليه الانتقال. او الشيء الاحسن احنا بنتحكم فيه بنتحكم بالديجري اوف ايونايزيشن يعني بنحط احنا فانكشنال جروب بحيث انها تكون ان ايونايزد على البي اتش اللي هي بتكون فسيولوجيك سوليوشنز وبالتالي على 7.4 اذا كان الدواء أن أيونايزد راح يصير له عملية الديستريبيوشن بطريقة بدون أي مشاكل. اللايبوفيليسيتي لاحظ معي اللايبوفيليسيتي مهم يعني قد تكون هي العامل الأساسي اللي بيتحكم بموضوع الديستريبيوشن. وإذا بدنا يعني بعد الأيونايزيشن نشوف مين العامل اللي بيتحكم بعملية الديستريبيوشن راح نكتشف إنه اللايبوفيليسيتي تلعب دور كبير. الـ unionized drugs اللي هم بيكونوا lipophilic in nature هدول راح يعملوا crossing للmembrane بطريقة smooth بدون أي مشاكل. طيب لاحظ معي هون الـ unionized drugs اللي ما بيكون عليهم شحنة بيصير عامل الـ lipophilicity هو العامل الأساس واللي بيتحكم بموضوع الـ penetrations زي الثيوبنتال highly lipophilic drugs مجرد ما احنا نعطيه IV راح نلاحظ ان الإفكت ببلش خلال 30 ثانية فهو بيكون rapidly distributed بتوزع بالجسم بوصل للـ brain وفعليا مقارن الثيوبنتال مع بنلاحظ هون انه اذا ما قورن الثيوبنتال مع البنسلينز الثيوبنتال لايبوفيليك دراج تاثيره ببلش مباشره. البنسلينز تعتبر بولر كومباوندز اسيديك دراج ما بتوصل للبرين كانت تستخدم زمان في علاج البنينجايتس تعتبر كانت زمان مع انها لا تستطيع اختراق البلاد برين بارير. طب كيف كانت تستخدم لعلاج البنينجايتس اللي هو عباره عن بكتيريا انفكشن في البرين و ويكون في عندي يكون في عندي اللي هو البنسلين هو اصلا بولر وما بيخترق. احد التفاسير انه في حاله الاصابه بالمننجايتس بصير في عندنا اللي هو لوز ممبرين وبالتالي بصير خلل مؤقت في هذا الممبرين. هذا الخلل في الممبرين بيكون كفيل بانه يمر البنسلين من خلاله.
طبعا انه نعتمد على خلل موجود بالجسم بسبب مرض معين ليمر الدواء تعتبر باد استراتيجي، يعني اكيد هاي مش من استراتيجيات الدرج ديزاين. فعشان هيك لاحظ الادويه اللي هلا بنستخدمها فور مينينجايتس دراج تشويس فور مينينجايتس يعني اصابه خطيره ممكن تؤدي لشلل او تؤدي للوفاه. امبيريكال ثيرابي حاطين برضو عند السلم اذا كان عمره صغير. هلا يس احنا السيفالسبورينز المعتمده يعني للاطفال اللي من عمر يوم لعمر شهر بيعطوهم الامبيسيلينز والجنتامايسين والسيفوتاكسين. من عمر شهر ل 23 مانث فانكو والسيفوتاكسين سيفوتاكسون، 24 ل 50 سنه يعني للادلت لاحظ ما بيعطوا البنسلينز لانه فعليا البنسلينز ممكن تمر لكن بتمر بشكل مؤقت عبين ما مجرد ما يطيب المريض او يبدا يتعافى بيبدا الممبرين يمنع مرور الدواء. لاحظ معي هون يس بنسلين استخدم وما بنكر انه استخدم الانجكشن بنسلين جي لعلاج المنينجايتس وهو دواء فعال يعني قاتل للبكتيريا، لكن المشكله انه هو بمر بشكل مؤقت عبين ما يبلش يتعافى المريض بيبدا الممبرين يمنع مرور البنسلين. كلورا ممكن يكون سام جدا استخدم وفعال على هاي البكتيريا. طبعا اذا اضطرينا يس يستخدم اذا كانت حياه المريض خطر فنستخدم الكلورامفينيكول. الادويه الامن هلا اللي هم الثيرد جنريشن سكالسبورينز وتكسين سيتريكزونز وراح تاخذوهم ان شاء الله بميديسينال 3 في ميديسينال 2. طيب نيجي هون اذا هاي يعني مقارنه لفاكتور لايبوفيليسيتي كيف انه الفيوبنتال بمر بدون مشاكل البنسلين لا في عوائق لمرور. اثنين الاورجان التيشو سايز والبرفيوجن ريت. احنا يعني ذكرت هاي العناصر سابقا مره واحده وهلا عمالنا بنحكي بالتفصيل. حجم العضو وكميه الدم اللي بتروح لهذا العضو برفيوجن ريت، نقصد بالبرفيوجن ريت معدل التدفق الدموي لوحده من الزمن لوحده من الكتله. يعني اذا ما اجينا نقارن الاعضاء مع بعض راح نلاحظ انه في عندنا البلد برفيوجن بتفاوت blood percentage. إن شاء الله يعطينا جدول لازم نحكي organ blood percentage أو index. yes هاي الجدول هذا. لاحظ معي البرين 700 مل بالدقيقة، الهارت 200 مل بالدقيقة، البرونكاي اللونج 100 مل، كدني 1100 لتر بالدقيقة، الليفر 1350، الماسلز 750، البون 250، سكين 300، ثايرويد 50، أدرينال جلاند 50-25، أدل تيشز 177. لاحظ لما أجينا نقارن نقارن 0.525 هنا نقارن بير يونت اوف ماس، يعني احنا عارفين انه احجام الاعضاء مش متساويه بتتفاوت، فاجي قسم مل بير مينت بير 100 جرام يعني وحد اليونت عشان استطيع اقارن. يعني هون لا استطيع المقارنه، ممكن نحكي اه والله البرين بروح له دم اكثر من الهارت في الوحده الزمنيه كعضو، لكن لو بدي اقارن كنسيج راح نلاحظ انه مثلا البرين باخذ 50 مل بير مينت بير 100 جرام، الهارت باخذ اكثر 70، لاحظ الكدني بتاخذ اكثر من الهارت والبرين 360، المسلز قليل 4، البون قليل 3، السكن قليل 3، الثايرويد كثير 160 اعلى منهم، الادرينال 300. هاي الغدد مهمه، الغده الدرقيه والغده الكظريه تتحكم بالجسم الميتابوليزم. فمنلاحظ انه في عنا اورجنز تتفاوت بالبلد بيرفيوجن وبرضه تتفاوت بالسايز، يعني برضه انا الحجم بيلعب دور انه هذا الاورجن حجمه كبير او حجم صغير. الاديبوز تيشو صح البلد بيرفيوجن لها قليل لكن بتشكل ربع كتله الجسم، فالكتله لا يستهان فيها. اذا واحد وزنه 100
كيلو يعني 25 كيلو هاي عبارة عن دهون. Greater blood flow يعني faster distribution. Highly perfused organ لا تعني highly distributed drug. وننتبه لهذا المصطلح. Highly perfused organ رح يعطينا fast distribution. يعني رح يوصل للإكوليبريا بسرعة. بس لا يعني إنه الدواء يتوزع بالأنسجة أسرع. لا. يعني لو أعطيت أنا بولر درج زي الأمينو جلايكوسايدز. الأمينو جلايكوسايدز أو اللي هم عبارة عن بولر أنتيبيوتكس رح يوصل للإكوليبريا بسرعة. يعني خلال دقيقة بوصل للبي إس إس. بس ما رح يروح للأنسجة. رح يضل يفضل إنه يضل بالدم. لو أعطيت الهيدروكسيكلوروكوين رح يتوزع مثلاً بالماسلز بالهارت أسرع من الأذر تيشوز لأنه في أفينيتي إلى آخره. فالتيشوز اللي بيكون عليها بلد فلو أسرع توصل للإكوليبريم أسرع. بس مش معنى أنه كمية الدواء يكون فيها أكثر. لا. يعني البولر دراجز ما رح تفضل تروح لا على اللنج والكدني ولا على الليبر. الهيدروكسيكلوروكوين رح يفضل يروح على الهارت. الثيوبنتال رح يفضل يروح على البرين لأنه في عنا أذر فاكتورز. فالإكستنت of the drug is distributed in particular tissue or organ تعتمد على عوامل أخرى زي size لهذا الأورغن, الفوليوم لهذا الأورغن والأفينيتي لهذا الدرج. في عنا other factors. فمعنى إنه high perfusion إنه بيساعد إنه يوصل لهذا الإكوليبريم أسرع. Blood flow to various organs هون يعني حاطط لك مقسم لثلاث أقسام: rapidly perfused organs وmoderate وpoor. الربد أكيد برين والليبر وكيدني ولنج الأعضاء الحيوية. المودريت زي المسل والسكين. البور زي الفات. مكونات السي إن إس بنلاحظ في عنا مكونات للسي إن إس. في عنا ثلاث مكونات: بلد وبرين وسيريبرو سبينال فلويد. لو جينا نطلع على الباريرز الموجود بلد برين بارير بنلاحظ إنهم عبارة عن ثلاث أنواع من الحواجز. في عنا blood brain barrier والblood CSF barrier والCSF brain barrier. هذول يعني بيحددوا موضوع الانتشار. يعني ملاحظ إنه الدواء مش بالسهولة إنه يوصل للبرين لأنه في عنا هذول العوائق. خلينا نشوف شكلهم كيف يكون. blood هاي يعني تخيلوا عشان نقارن بين فيزل عادي وفيزل مش عادي. يا هاي الصورة هاي يس. لاحظ معي في النسيج العادي هيك البلد فيزلز موجودة. يعني هاي شريان أو وريد وفي عندي بورز جواته بتسمح مرور المي ويرود مرور اليوريا. الليبيد بتمر باي ديفيوجن من الليبيد. لاحظ مقابله هذا فيزل موجود في الدماغ. فيزل موجود بالدماغ. لاحظ ايش حواليه. هذا البلد فيزل تايت ما في بورخ وفي حواليه كمان لسه باريرز. يعني ما نتخيل مرور المواد يكون بنفس سهولة مرور المواد في حالة النسيج العادي. البلد برين باريرز بيكون عوائق بعيق مرور الأشياء. يعني لاحظ كيف بيكون في تايت يسموه تايت جنكشن. Tight junctions يعني فيها barriers طبعا عشان تحمي الدماغ. مش أي مادة توصل بسهولة أو toxins توصل للبرين ببساطة. هلا الليبوفيليك تجتاز بسهولة. يعني إذا مادة دائبة بالدهون راح تمر ببساطة من خلال الفيزل ومن خلال هاي barriers. يعني عشان هيك بنلاحظ الأدوية المخدرة هي أدوية بتكون highly perfused. يعني بيشموا آجو بيشموا بنزين بيشموا مخدرات. لاحظ حتى ما بتوصل للدم بيستنشقوها من خلال الأنف بتمر بالنيزل كلافت اللي هو منطقة الجيوب وبتروح مباشرة على البرين بتذوب بنسيج البرين. يعني الدم حتى ما بيلعب دور كبير كوسيط ناقل خاصة إذا كانت volatile. الدايئفل إيثر مثلا أول مخدر عرفه الإنسان الدايئفل إيثر. تيجي بالمختبر تشتغل بالدايئفل إيثر هو solvent. لا بتشتغل على الانيمالز بتخدرهم. للهيمن يعني ممكن ما يخدر زي الانيمالز لكن بتصير تحس بنوع من الصداع ونوع من الخدران تفقد الاحساس بالخطر. يعني هاي الخطوره بالموضوع انه بصير انت الالارمينج
عندك في مشكلة. أنت الألارمينج مهم بالجسم، إني أشوف حاجة خطيرة، أشوف إشارة ضوئية أوقف عندها، أشوف نار أبعد عنها وأطفيها. الدايت الإيثر بيقلل إحساسك بالخطورة لأنه بيأثر، بيعمل CNS depressions. فليش زي هاي المواد؟ لأنها easily penetrating, easily diffused through the barriers, لأنها highly lipophilic. وين وصلنا احنا؟ هون مثلا هذا للاطلاع، يعني ما بطلب منك تحفظ شيء من هاي الارقام. البلازما بروتين الالبومين بشكل الاساسي، في عنا اذر بروتينز موجوده بالبلازما زي الالفا 1 اسيد جلايك بروتين بربط فيه بيسك دراجز، البومين فيه بربط فيه نيوترال اسيدك دراجز، لايبو بروتين بربط فيه بيسك دراجز، الالفا جلوبولين بربط فيه زي الثايروكسين والستيرويد والسيانو والفيتامينز. يعني بنلاحظ اذا بدنا نشوف ليش مش مهم إلا الألبومين، طلع نسبة الألبومين أعلى نسبة. في عنا إحنا 3.5 جرام ل 5 جرام بير ليتر، بينما نسبة الأذر بروتينز بتكون نسبة قليلة. فيعني مش طالب منك إنك تحفظ أو تبصم الأرقام. لما أحكي للإطلاع يعني ما بدي إنك تحفظ هاي الأرقام وتبصمها، لكن اعرف إنه الألبومين هو الميجر والأذر بروتينز تعتبر ماينر. في حدا بدي يسأل؟ كأنه في حد بيسأل. فاطمة تفضلي. دكتور، دكتور لو سمحت بس بدي أعرف، أنا هلأ إحنا الدرج هدفنا نوصله للتشيو بغض النظر عن العوامل اللي أنت حكيتها إنه الحجم البريميابيليتي الأشياء هاي. طيب أنا الدرج بده يوصل للدم بتركيز معين وبده يوصل للتشيو، وإحنا حكينا إنه الهدف يوصل للتشيو. كيف يعني كيف أنا بدي أوصل الكمية اللي بدي إياها؟ يعني مش فاهمة هاي النقطة. يعني أنا سؤال بده ألخص يعني هذا كيف يوصل للأنسجة، بيغيروا خصائص الفيزيائية للدواء وبضلهم يعملوا دراسات كلينيك تاينيك. أعرف النسبة كيف بتكون، يعني أنا أنا عندي 100 ميلي جرام باراستامول، هاي النسبة بتكون متوافرة في الدواء ولا في النسيج، في الدم ولا في النسيج؟ اللي نقدر نقيسه الدم بس، ما بنقدر نقيس في الأنسجة. احنا بنربط، لاحظ الكيرف لما رسمت السيجمويدال، رسمت العلاقه بين الفارماكولوجي مع بلازما كونسنتريشنز. نيفر ايفر ولا حدا بيقدر يعرف كم تركيز الدواء بالنسيج الا ماذا بدك تركيزه بالدماغ. تاخذي عينه من مخ البني ادم وتحلليها، او تاخذي عينه من القلب او تعينه من الكلى، وهذا شيء امبوسيبل. احنا اللي بنقدر نساوي بدراسات الكاينتكس واللي بنشتغله حتى على الانيمالز، ما بروح بعمل هاي الدراسه، يعني اروح اخذ جزء من مخ الرات او المايس، بس اللي بعمله بسحب عينه الدم، مش لاني خايف على الرات او المايس لاني في الاخر راح اموته، بس لانه عمليه كثير صعبه، مستحيل، قد تكون مستحيله، بدها الطف اناليسز. فاحنا الاسهل علينا دائما نحلل بلازما ونربط العلاقه بين البلازما كونسنتريشنز والفارماكولوجي. انت علي كيف؟ واحنا هيك ضمنا بنحكي اذا وصل للبلازما بتركيز معين اكيد راح يوصل للنسيج، لكن كم راح يوصل للنسيج سؤال جدا جدا صعب نجاوبه، ما بقدر اجاوبه. اوكي دكتور، شكرا. طيب في عنا هدول البروتينز موجودين في البلازما، وفي عنا هذا التقسيم لهم برضو هذا للاطلاع. يعني هذا لو بدي اجيب منه 20 سؤال بجيب، وأسئلة يعني كل سؤال أصعب من الثاني، بس أنا الهدف مش التعجيز. يعني الألفا 1 جلوبيولين والبيتا والجاما هذول كلهم إميون جلوبيولين، بروتينات مناعة، والجسم بيفرزهم للمناعة بالوضع الطبيعي. هلا بربط فيهم أشياء ونسبهم قليلة، يعني بربط فيهم استيرويدز، بربط فيهم فيتامينز، بربط فيهم الحديد ترانسفيرين، هذا ما يكون شخص عنده مخزون الحديد منخفض. وفي عندنا مثلا بربط فيه الكوراتينويد اللي هو البري فيتامين اي. الجاما جلوبيولين اللي هو بيربط بالانتيجين، هو مسؤول بشكل اساسي الجاما جلوبيولين عن الاميونو جلوبيولين عن المناعه. برضو هذا السلايد للاطلاع. ايش هي العوامل اللي بتلعب دور بموضوع الدرج بروتين بايندينج؟ زي ما حكينا عوامل تتعلق بالدواء وعوامل تتعلق بالجسم. عوامل الدواء اللي احنا يعني بجوز فاطمه هيك انت ممكن تسالي سؤالك بهذه الطريقه، كيف اعرف انه دواي انا بدي اتحكم فيه اخلي الديستريبيوشن اعلى للتيشوز؟ فبديك تخلي بيسك النيتر او تخلي اللايبوفيليستي اللوج بي عالي، يعني انا هذا اللي بقدر اتحكم فيه، عندي انا هذا الاستراكشر راسمه زي هذول الادويه، بتوقع هاي تروح على الليبد بشكل عالي
بشكل كبير. انا عندي انتي هيستامين ما بدي يعمل لي نعاس، ما بدي يوصل للبرين، فشو اللي لازم اعمله؟ اضيف بولر جروبس، اضيف بولر جروبس، ايونايزبل جروبس، اضيف زي هيك مجموعات، اضيف كربوكسيليك، اضيف زي هون مثلا مجموعه او اتش بولر. فانا هون كل ما زدت البولر قللت اللقبي، كل ما قللت اللقبي يعني قللت الديفيوجن تو ذا تيشوز. لكن كام هاي كام الكوانتيتي هذا سؤال كثير صعب، لكن نعرف احنا ممكن نزيد ممكن ننقص. زي هذا المركب هذا يعني واكسي ماده دهنيه، بتوقع هاي الماده تكون هايلي لايبوفيليك وتكون ابزورب لحد معين، اذا اللقبي لها تجاوز الخمسه لن تمتص. خلينا نشوف اللقبي لها كم. هاي اللقبي لقبي كان نو لايسن عند لا راح يحسبها حسبها 14 لم تمتص. هاي الماده لم تمتص هاي لانه اكثر من خمسة، يعني صح هي لايبوفيليك لكن تو ماتش لايبوفيليك، يعني زي كاستر اويل بضل بيعمل لاكزيتيف بس ما بيمتص الجسم. بالمقابل اشوف هذا المركب قابل للامتصاص ولا لا. لاحظي انا قاعد بجاوبك عايشي انا لسه ما عملت ولا جربت، لكن بدلاله اشياء، بدلاله اللوجبي، بدلاله اللايبوفيليسيتي. لا احنا بدناش هذا، ولسه مصر على الاول. هاي جديد نعمل ريفرش نعمل سلكت. مرة هو بطلب رخصة بس القديم متسامح لقبي 3.8 هذا يمتص، هذا الدواء قابل للامتصاص. لاحظي معي هذا الدواء قابل للامتصاص اللي قبل ما كان قابل للامتصاص. عايش اعتمدنا هون فيزيكو كيميكال بروبرتيز للدواء، برضو في عنا تركيز الدواء في الجسم والأفينيتي الموجودة في الدواء لا نسيج معين، لا بلازما، لا ألبومين، لا جلوبيولين، لا تيشوز إلى آخره. فاكتورز تتعلق بالجسم نفسه بالبروتينات، خصائص الفيزيائية الكيميائية لهذا البروتين، تركيز هذا البروتين زي ما شفنا الألبومين الموجود مثلا أكثر من غيره. في عنا عدد الباندينج سايت، الألبومين عدد كبير من الباندينج سايت، ما في سبيسيفيك باندينج سايت، الجلوبيولين إله سبيسيفيك. الدرج درج انتراكشن هذا حاصل نتيجة التنافس على الارتباط بالأنسجة، يعني لما أخذ أنا دواء زي الوارفرين مميع للدم وآجي أخذ دواء تاني بده يربط بالألبومين رح يزيح الوارفرين، رح يزيد نسبة الوارفرين في البلازما ورح يعطينا توكسيسيتي. وجود البيشنت فاكتور زي وجود مرض معين أو عمر معين أو كونه ميل أو كونه فيميل، هذا برضو من العوامل اللي ممكن تأثر على موضوع البروتين باي. بالنسبة للدرج ريليتد فاكتورز عندنا الخصائص الفيزيائية والكيميائية للدواء، في عندنا علاقة طردية نربط ما بين اللايبوفيليسيتي وما بين البايندينج، يعني بنقدر نحكي هيك انه كل ما زاد اللايبوفيليسيتي واللقبي كل ما زادت البايندينج up to certain limit حسب قاعدة ليبينسكي، ما لازم نزيد عن الخمسة، اذا زدنا عن الخمسة يصير اللايبوفيليسيتي مشكلة. فاحنا اللايبوفيليسيتي يعني معنى لحد معين. slow absorption مثلا للكلوكساسيلين، لاحظ كيف اللايبوفيليسيتي هون اثرت، او لاحظ كيف اللايبوفيليسيتي هون اثرت بطريقه نوعا ما ريفرس سلبي. هلا في كلوكساسيلين في امبيسيلين، هلا ابره البنسلين لما تعطي الانجكشن بهمك انه الدواء بعد الانجكشن يروح للبلازما والجسم يوزع. لما اجوا يعطوا الكلوكسيسيلين اي ام انجكشن وجدوا انه الكلوكسيسيلين بيعمل بروتين بايندينج مع المسل، يعني بيرتبط بالعضله اللي انت اصلا معطي الحقنه فيها. فعشان الكلوكسيسيلين انجكشن از نوت يوزفل، لانه بسبب الهاي لايبوفيليسيتي له راح يربط بالمسل ويضل وما يتوزع زي الامبيسيلين مقارنه مع الامبيسيلين. عشان هيك مثلا الكلوكسيسيلين كانوا يعطوه زمان اورال رغم انه فعاليته نص الامبيسيلين، الا انه بيفيد انه بيوصل لاماكن ما بيوصلها الامبيسيلين زي مثلا اللو ريسبيراتوري انفكشنز. زمان لما كان ما في الادويه الجديده كان يعطوا الكلوكسيسيلين مع الامبيسيلين، عشان بيحكي لك صح انه فعاليته نص لكنه بيوصل لاماكن ما بيوصلها البنسلين لانه بولر، وهذا الدواء نان بولر فممكن يوصل لاماكن اصعب زي البون زي اللو ريسبيراتوري انفكشنز فيفيد فيها. يعني لا مثلا الاي ام انجكشن لاحظ كيف اللايبوفيليسيتي هون اثرت سلبي انه عمل سلو ابزوربشن ضلت لوكالايزد في المكان.
الهاي لايبوفيليك ثيوبينتال مثلا بعد الريديستريبيوشن بيترك البرين عشان له شورت اكشن بروح للاديبوز تيشو، فبدل ما يضل بالبرين ويعطينا تاثير على البرين 10 دقائق بصحى المريض. ليش؟ مش لانه طرده برا الجسم، لانه الدم اخذه من البرين ووداه على الاديبوز تيشو. فهلا ليه عمل هيك؟ هذا نورمال، هذا طبيعي. بدنا نتحكم في الموضوع هذا، بدنا نتحكم باللايبوفيليسيتي، بدنا نخليه اقل اللايبوفيليسيتي بحيث انه نزيد فانكشنال جروب، انها تزيد البرين بايندينج مقابل الاديبوز تيشو بايندينج. تركيز الدراج ان ذا بادي، تركيز ال عفوا الاكستنت للدراج بروتين بايندينج ممكن احنا نتحكم فيه عن طريق تغيير في الدواء او تغيير بالبروتين. طبعا تغيير البروتين ما حدا بيجي بغير بروتينات جسمه، لكن احنا ممكن نغير بالدواء. في عنا دراج بروتين تيشو افينيتي، قابليه ارتباط الدواء مع النسيج او مع الالبومين. مثلا الديجوكسين له هاي افينيتي للكارديك ماسلز، ديجوكسين دواء للقلب، الافينيتي هاي العاليه للكارديك ماسلز اعطته البوتنسيال العالي. يعني اذا لو انه الافينيتي متساوي بين السكيلتون وبين الكارديك كان مضطر نعطي جرعه عاليه من الديجوكسين. جرعه الديجوكسين 0.125 ميلي جرام، يعني 125 مايكرو جرام، يعني هيك بتعبير عباره عن غبره لو تحطها على ايدك ما بتشوف انت كميه الديجوكسين اللي لازم تعطيها لمريض القلب. لكن بعطوها هو على شكل تابلت لانه بيكون 10% دواء و90% لاكتوز. ايش اللي اعطى البوتنسيال العالي؟ هذا الهاي افينيتي تو ذا كارديك ماسلز، يعني بيرتبط بالكارديك اكثر ما بيرتبط بالسكيلتونز، وهو اوريدي بيشتغل على الريسبترز او الاي تي بي الصوديوم بوتاسيوم ايليز بامب الموجوده بالهارت. فهو يعني بيرتبط بالنسيج القلبي وبيرتبط بعد هيك بالريسبتر الموجود في النسيج القلبي. فاحنا عندنا حاجتين، لازم يرتبط بالعضو المطلوب بعدين يرتبط بالريسبتر المطلوب. اذا ما بربط ما بدخل الهارت اذا ما راح يكون له تاثير. دواء للبرين ما بيعمل كروس للبلود برين بارير ما راح ياثر على البرين. طيب شو في عندنا كمان عوامل اخرى؟ بروتين تيشو ريليتد فاكتورز، خصائص البروتين. في عندنا بروتينات دهنيه لايبوبروتين اديبوز تيشو، كل هاي بيكون لها هاير افينيتي تو ذا لايبوفيليك دراجز. مثلا تخيل معي دواء بيعطوه لعلاج الفانجل انفكشن الجريزوفالفين، دواء دهني بيعالجوا فيه الاصابات الفطريه اللي بتصيب الجلد وبيعطوه اورال مش توبيكال. بكلك اذا اعطيناه توبيكال ما بوصل، فبيضطروا يعطوه اورال. الجسم بيمتصه بسرعه وبيروح بيوزعه على السكن، يعني بيوديه على طبقه الدهن الموجوده في الجلد. فتخيل معي هو انتي فانجل والاصابه موضعيه، لكن احنا الثيرابي هون سيستميك لانه جريزوفالفين يمتص ولازم ناخده مع وجبه فاتي، يعني وجبه دهنيه عشان نمدد او نطول فتره الامتصاص. هو يعني بهضم الجسم بالضبط زي كانه فاتي، يعني بيحتاج الى فتره طويله بالجسم عشان يصير عمليه الامتصاص، فيؤخذ مع وجبه دهنيه. ما فينا نتحكم بدهنيه طبيعه الدهون الموجوده في الجسم، لكن فينا نستفيد من الخصائص الموجوده في الجسم. مثلا فسيولوجيك بي اتش الايونيزيشن لهي الادويه، في عندنا مثلا بتتاين ادويه بالدم، لما تتاين بتكون ان ايونايز، ولما توصل للبلازما بتصير ايونايز. هلا اذا كانوا اسيدك بدنا اياهم يمتصوا ان ايونايز، مجرد ما وصلوا للبلازما تاين وصاروا سالب، فلما يصيروا سالب راح يربطوا بالالبومين بالكاتيونيك جروب الموجوده بالالبومين. فلاحظ معي هون presence of anionic or cationic group in the albumin، لا الموجود بالالبومين شحنه كاتيونيك. الانيونيك اللي هي عندنا الالبومين في لايزين، تكون كاتيونيك يعني positively charged، انيونيك negatively charged موجوده في الالفا اسيد هذا البروتين اللي هو اي واحد منهم هذا الفا 1 اسيد جلايكوبروتين بيكون انيونيك وبربط البيسيك دراجز. الالبومين بيكون كاتيونيك وبربط الاسيد دراجز.
فيعني عشان مرات واحد بيسأل إنه كيف أنت تفكر إنه الدواء بيكون قابل للتأين لكن يمتص as ion bear غير مؤين، ولما يدخل الدواء بتأين. طب شو صار فيه بعد ما يتأين جوا الدم؟ إنه بربط بالألبومين أو بيصير more water soluble في الدم، بنقله للنسيج فبربط بالأنسجة. يعني بدبر يعني في بعض الأدوية failed، يعني منجربها برا الجسم active، جوا الجسم أو جوا الرات أو جوا المايس inactive. إيش التفسير؟ مشكلة كاينتكس، مشكلة مش سهلة. لما تعرفي إنه 15 سنة من الدراسة ما بين إني أكتشف الليد وأوصله لل FDA approved 15 سنة، وهم يأخذوا فيه ويرجعوا ويطوروا وغيروا functional groups لا يصير مناسب. تركيز الدواء concentration تركيز البروتين يعني بيختلف عندنا تركيز البروتين من مكان لمكان. الألبومين مثلا في البلازما تركيزه أعلى، الأدر بروتينز موجود بتركيز أعلى، كل تيشو فيه بروتين مختلف. عدد البايندينج سايت الألبومين مثلا فيه عدد كبير من البايندينج سايت مقارنة مع الجلوبيولين اللي فيه أقل كبايندينج سايت. عوامل أخرى ميسيلينيس فاكتورز بيدخل فيها زي الدايت، لما حكينا ناخد دواء جريزوفالفين مع وجبة دهنية، شو بتفرق الوجبة الدهنية؟ إنه راح يطلع عنا فري فاتي أسيد، فدول راح يربطوا بالألبومين فراح يغيرون عملية البايندينج. الأوبيزيتي وجود دهون في الجسم راح تحتل جزء من البايندينج. اللي بيعطي دواء التخدير بده يحسب توتال بادي ويت ويحسب كم في عندنا دهون ويحسب جزء من الجرعه راح يروح للفات. البريجنانسي راح يغير عندنا بوزن الجسم بالسوائل الموجوده بالجسم الى اخره. ديزيز وجود امراض معينه زي امراض القلب، امراض الكلى، امراض الكبد راح تاثر على وجود السوائل بالجسم وبتاثر على نسبه البروتين. يعني اللي بيمرضوا بالكبد بالعاده بتقل عندهم بعض البروتين. العوامل الأخرى زي العمر، يعني الطفل الرضيع مش زي الأدلت، مش زي كبير السن. النيونيت في عنا الألبومين بيكون كمية قليلة من الألبومين، وهذا بيخلي الفري دراج نسبته أعلى. يعني طفل صغير بنولد وعنده تشنجات بيضطروا يعطوه هذا الفينيكوين والديازيبام، بيكون حساس جدا الطفل الصغير لهاي الأدوية، يعني بيعطوه جرعات جدا بسيطة. الليل بالأدلت بيختلف لأنه الأدلت عنده بروتين بيرتبط، وإحنا عارفين إنه الفارماكولوجي إلها علاقة أو العلاقة الرياضية مع الفري أم بوندد دراج. يعني بوندد دراج ما بعطي فارماكولوجي لأنه أوريدي ارتبط، ارتبط مع بروتين بيخليه إنأكتف بشكل غير مؤقت. ممكن يطول الديوريشن يس، لكن ارتباطه مع هاي البروتينات بيخليه إنأكتف. فاحنا عن يونيتس ما عندهم ألبومين كمية كبيرة، فعشان هيك بيكونوا حساسين لهاي الأدوية. الإلدرلي كبار بالسن بيبدأ الإنسان لما يكبر بالسن يرجع زي كأنه طفل، من حيث عشان هيك جرياتريك بيدياتريك دراكس لما تدرسوا بالكلينيكال تأخذوا هيك الأدلت تأخذوا جرياتريك بيدياتريك، بيدياتريك الرضع، جرياتريك كبار السن، فإلهم سبيشال سيتويشن إنه الألبومين بنخفض بيزيد عندهم اللي هو الفري دراج. لما يزيد الفري دراج راح يزيد عندنا الفارماكولوجيك افكت. شوف عندنا كمان لاحظ تأثير الحالة المرضية. في عندنا مثلا في حال وجود الكلى اليورينيا بيؤدي انه الألبومين ينزل، بصير الكلية تفلتر بروتين، يعني بيطلع حتى اليورين عكر. العكورة إذا لاحظت في عكورة باليورين اعرف إنه في عندك مشاكل، ومشاكل خطيرة بالكدني. أو شفت حدا مثلا من أقاربك بيشكي، مش شرط إنك تشوف، بيحكي لك والله أنا عندي مشكلة إنه اليورين بيطلع تيربيد تيربيديتي، هذا دليل خلل بالكلية، الكلية عمالها ما عادت تفلتر صح، بيطلع بروتين مع الكلية، أو مرات بيدل على بكتيريا الانفكشن عملت هاي التيربيديتي. الأغلب إنه لا، ألبومين، الألبومين إذا صار يتفلتر بيعطينا تيربيديتي، فبينزل مستوى الألبومين بالبلازما فبزيد عنا بقلل بايندينج فبزيد الفري. الهيباتيك بقلل تصنيع الألبومين فبرضه بزيد الفري.
هذا كله بيأثر لنا على موضوع. عشان هيك احنا بالعادة لما يكون في عندنا patient عنده renal أو hepatic failure من الهافينج للدوز، يعني الجرعة بدل ما بنعطي حبة بنعطي نص حبة. هلأ انك تعطي من راسك نص حبة غلط، الأصل انك انت تقيم، يعني خليه يعمل analysis ويحلل اليورين ويحلل hepatic function. ممكن تعطي ربع الجرعة، ممكن تعطي ثلث الجرعة حسب الـ volume of distribution، حسب الـ Cmax اللي ممكن يوصله هذا الدواء. عايش ممكن يأثر البروتين بايندينج، حكيتكم أثناء المحاضرة رح يأثر على absorption. يس رح يأثر على absorption. كيف رح يأثر على absorption؟ نتذكر إحنا إنه عملية الامتصاص اللي هي انتقال الدواء من المعدة، سوري من الأمعاء إلى circulation للبلد. هلا إذا في عنا sink condition، يعني أول ما يطلع الدواء بالدم يجي إشي يمسكه ويأخده زي الألبومين، هذا رح يعزز عملية الابزوربشن. فعملية البروتين بايندينج رح تزيد موضوع الابزوربشن، لأنها بتزيد الجريدينت، بتزيد فرق التركيز. Systemic solubility of drug، الwater insoluble drugs فيهم مشكلة، إنه إحنا عنا دواء غير ذائب بالماء، طب لما يطلع على الدم مشكلة. فعشان هيك الألبومين أو البروتين بايندينج بيحلونا قضية المواد الدهنية اللي ما بتدوب في البلد، فبتأخذهم وبتعيد توزيعهم. Distribution أكيد البروتين بايندينج له علاقة، وعلاقة مباشرة مع distribution. البروتين بايندينج بيساعد الجسم على عملية distribution، وأنه يوزع الدواء بطريقة متماثلة بالجسم، إلا إذا خلينا نحكي بيكون unfavorable في حالة وجود barriers زي الجلوميرولس أو البلود برين بارير. جلوميرولس اللي هي الكدني، والبلود برين بارير بالبرين، لأنه الألبومين ما بمر من خلالهم. فإذا في درج رابط بهذا الألبومين، هذا الدرج will not cross the blood brain barrier, will not cross the kidney. أنا هيك بكون انهيت المحاضرة. في حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟ نترك معنا مجال للأسئلة. ما في حدا عنده أي سؤال؟ يعني كله فاهم؟ 56 طالب فاهمين؟ أسأل؟ اختار منكم ناس وأسألهم؟ أو أنتوا تسألوا؟ يلا. الكل فاهم يا جماعة؟ حدا يرد علي طيب؟ نعم مفهوم، ما في مشاكل؟ لا ما في مشاكل تمام كله. رب العالمين. هلا احنا ان شاء الله الخميس على الخمسة اتفقنا انه يكون الكويز، واتفقنا يكون باول ثلاث شباتر. يعني احنا هلا خلصنا هذا الرابع ولا الخامس؟ هذا اي واحد خامس. خامس. الميد اكزام حكونا رح يبلش 1/8. احنا ان شاء الله عطلة العيد بتبلش الاثنين، يعني الاحد في محاضرة، فللخميس. فالاحد اللي بعديه يعني متوقع الامتحانات تكون الميد اكزامز بعد العيد، فعشان هيك هاي فرصتنا ناخذ كويز اللي هي اول خمس علامات من علامات المشاركة. في عندنا يعني راح يكون 35 علامة على الكويز. يعني بتوقع انا نخلص شابتر 6، يعني يكون عندنا كمان، بحاول يكون عندي عشان ما أخلي ضغط على مادة الفاينل، يكون عندي أنا كم شابتر موجودين؟ 12 أتوقع. هم كامل 12. نعم. كلهم 12. نعم. 13 ولا 12؟ موين أجاد 21. 12. أسيل حاطة لكتر 2، رؤى حاطة لكتر 21، موين أجت هاي لكتر 21؟ لا لا هي لكتشر 221. تمام 12 شابتر بس. طب ليه بتحطوا انتم؟ ما حكينا لكم ما تعملوا، اعملوا داونلود، ما تفتحها. اذا بتفتحها في مكانها بيعمل موديفيكيشنز وبيسجلها باسمك. لا انا بدي اعمل ديليت. هون ديليت. فاحنا عندنا كم؟ 12 مش هيك؟ خلص ممتاز. يعني احنا 6 ب6. مندخل 6 بالميد اكزام، حتى لو ما اجى وقت الامتحان وشرحنا 7 بنضلنا على 6.
يعني أنا بحدد مادة الامتحان، حتى لو أنا ماشي شرحت شابتر 7 أو حتى 8 خلاص، إحنا الامتحان للي بيحب يدرس ويجهز حاله للميد إكزام في عنا 6 شابترز راح يكون إن شاء الله. وبرضو نشتغل على البروجكت، بليز ما تخلي البروجكت آخر يوم، إحنا مشكلة فصل الصيفي قصير، فإحنا يعني ما معنا كثير وقت، والداتا بدي إياها من البوب كيم ومن البروتين داتا بايت. أنا هيك بكون إذا ما حد عنده أي سؤال أنهيت محاضرتي. خليني بس أخذ الحضور والغياب. يعطيكم العافية.